أعلن نادي اتحاد جدة تعيين الأرجنتيني رامون دياز مدربا للفريق خلفا للتشيلي خوزيه لويس سييرا. وقال الاتحاد في بيان له عبر موقع تويتر إن نواف بن ناصر المجيرن رئيس النادي أتم تعاقده مع الأرجنتيني بعد مفاضلة بين عدد من السير الذاتية، متمنيا للمدرب والجهاز التوفيق لتحقيق تطلعات جماهير النادي. وقال دياز وفاز دياز بالدوري الأرجنتيني 6 مرات مع ريفر بليت، فيما قاده لإحراز لقب كأس كوبا ليبرتادورس عام 1996، كما توج بطلا للدوري مرة واحدة مع سان لورينزو في عام 2007. وكان الأرجنتيني قريب من تولي تدريب النادي الأهلي خلفا لحسام البدري قبل أن يحول المدرب وجهته إلى المملكة العربية السعودية، لخلاف حول عدد المدربين المصريين في الطاقم.